أهلا بك سيد بن فحصي. تحية صباحية عابرة لك وكذلك لكل الزملاء في الاستوديو، صباح الخير كل المتابعين عبر قناة شروق نيوز. إذا بداية سيد بن فحصي، أعطينا مزيد من التفاصيل حول هذا الحادث، أو نعم حادث التسمم. بكل أسف وحسرة، سجلت المديرية العامة للحماية المدنية صباحة اليوم وفاة شخصين متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون على مستوى ولاية وهران، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية وهران في حدود الساعة 48 دقيقة من صباحة هذا اليوم من أجل إجعاف وإجلاء ضحيتين تعرضتا إلى حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مسخن الماء، وهذا على مستوى حي بن قدور علي ببلدية وبائرة وهران. الحادث خلف وفاة شخصين من جنس أنثى يبلغان من العمر 35 سنة و63 سنة، تم نقلهما إلى مصلحة بالمستشفى المحلي لولاية وهران. هذا وتبقي المديرية العامة للحماية المدنية بنداءاتها وبحثها إلى عامة المواطنين والمستمعين والمشاهدين بضرورة توخي الحيطة والحذر في ظل الانخفاض المحسوس في درجة الحرارة وبرودة الطقس، شيء الذي يدفع بالعائلة الكريمة لاستعمال أدوات التسخين والتدفئة من بينها المدفئات وكذلك مسخن الماء ومسخن الحمام، وإذا كان ينعدم على شروط الوقائية أو الشروط الوقائية والاحترازية لتفادي خطر أحد في الكربون، راح نبقى نسجل في الضحايا ونسجل في المتسممين ونسجل في الوفيات. للإشارة نعم سيد بن فحصي، بمناسبة الحديث عن التقلبات الجوية والانخفاض المحسوس في درجات الحرارة، يعني كيف كانت تدخلات مصالح الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة، سواء تعلق الأمر بحوادث مرور أو اختناقات بالغاز؟ نعم، إذا تكلمنا على حوادث المرور نتكلم على وفاة ثلاث أشخاص في حادث مرور بولاية المسيلة، حيث تدخلت مصالحنا صباحة اليوم في حدود الساعة الواحدة و15 دقيقة من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة متبوعة بحائط الطريق الوطنية رقم 14 ببلدية وبائرة تيارت. الحادث خلف لنا وفاة ثلاث أشخاص متفحمين داخل السيارة، تم نقلهم من طرف مصالحنا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. كذلك عندنا حوادث مرور أخرى وقعت عشية أمس في ولاية غيزان إثر تدخل مصالحنا في حدود الساعة 6:15 من عشية أمس لأجل حادث اصطدام بين سيارتين بالطريق الوطني رقم 90 بالمكان المسمى دوار ولاية بوكليني بلدية وطائر عمي موسى. الحادث خلف لنا خمس أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة يتراوح أعمارهم ما بين 30 و 64 سنة، تم إسعافهم ونقلهم على جناح شعاع إلى المستشفى المحلي. كذلك نتكلم على حوادث مرور أخرى على مستوى ولاية وركلة، تم تسجيل إصابة 13 شخص في حادث مرور في حدود الساعة 5:18 من عشية أمس، وذلك جراء اصطدام بين شاحنة وحافلة من حجر صغير بالطريق البلدي رقم 110 بلدية ودائرة سيدي خويلد. الحادث هنا 12 شخص كانوا على متن الحافلة وسائق الشاحنة بجروح خفيفة، تم إسعافهم وإجلائهم من طرف مصالحنا في عين مكان وتحويلهم على جناح سرعة المستشفى المحلي. كذلك حدث مرور آخر وقع على مستوى بلدية سيدي بالعباس ولاية سيدي بالعباس في حدود الساعة 5:45 من عشية أمس إثر انحراف وانقلاب سيارة بالطريق الوطني رقم 13 بلدية ودائرة 3، خلف لنا إصابة أربعة أشخاص من عائلة واحدة من بينهم ثلاث بنات، الأب عمره 50 سنة، تم إسعافهم من قبل مصالحنا وتحويلهم على جناح سرعة إلى المستشفى المحلي. إذا تدخلات عديدة في موضوع التقلبات الجوية أو بسبب التقلبات الجوية تتعلق منها بمحور حوادث المرور، وذلك نظرا لربما انعدام الرؤية أو حجب الرؤية كذلك تتعلق. نعم سيد بن فحصي، ماذا عن تدخلات الحماية المدنية بالنسبة للطرق المغلوقة بفعل التساقط الغزير للأمطار أو الثلوج في بعض المحاور والولايات؟ نعم، كانت هناك تدخلات هنا وهنا في مختلف ولايات الوطن على مستوى ولايه تيزي وزو، على مستوى ولايه بجايه، على مستوى ولايه الطيف، على مستوى ولايه برج بوعريري، وذلك بسبب ارتفاع منسوب او ارتفاع نسبه الثلوج التي تساقطت على مستوى شبكه الطرق، ويتبعها ما يسمى بالصقيع او الجليد الفارقلا الذي يصعب مهمه حركه المرور او حركه المركبات، شيء الذي يدفع بمصالح الحمايه المدنيه والدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي وكذلك الاشغال العموميه من اجل تنصيب اجهزه امنيه على مستوى شبكه الطرق لتامين المواطنين وتامين مركباتهم وتامين حاله الطريق وابعاد كل المعيقات التي
تسبب حركه مرور بطيئه او مشلوله في هاتين النقاط السوداء. الحمد لله انه التدخلات كانت كلها ايجابيه 5 على 5، حركه المرور الان كلها 5 على 5، المواطنين لم نسجل اي خسائر بشريه تذكر بسبب الانخفاض المحسوس في درجه الحراره وبقائهم لمده طويله على مستوى المركبات. كذلك على مستوى البلديات ولايه كيكدا هناك عمليات اخرى تتمثل في امتصاص مياه الامطار التي تسربت الى البيوت والمنازل الخاصه والمؤسسات العموميه. اذا الحمد لله نقول انه الاجهزه الامنيه المنصبه في هذه الظروف المناخيه الاستثنائيه قامت بدور ايجابي كبير واستطاعت ان تؤمن المواطنين وتؤمن لهم بيوتهم وطرقاتهم وكل الظروف التي تسهل لهم الحياه الكريمة والحياة التي فيها استقرار وأمن وأمان. الحمد لله العملية مازالت متواصلة في مختلف ولايات الوطن، خاصة الولايات التي تعرف مواصلة البرقية الجوية أو فعالية البرقية الجوية التي مازالت متواصلة سواء في التساقط بالنسبة للأمطار أو البرد أو الثلج. نعم، ربما سيد بن فحصي نصائح أخيرة يمكن أن تقدمها مصالح الحماية المدنية بالنسبة للتنقل أثناء يعني تساقط الثلوج والأمطار، وكذا التعامل مع وسائل التدفئة ومختلف وسائل التي تستعمل الغاز في البيوت مع الانخفاض المحسوس في درجات الحرارة على العديد من الولايات. طبعا لابد على المواطن الكريم وعلى سواق المركبات بتوخي الحيطه والحذر خاصه في التنقلات نتاعهم على مستوى شبكه الطرق، لا سيما الولايات التي تعرف تساقط الامطار والبرد او الثلج. فالمهم جدا انه الانسان قبل التنقل تاعه يتابع حاله الجو في المنطقه اللي راح يقصدها، فاذا كان التنقل تاعه غير اضطراري وهناك تساقط للثلج او البرد او الساقع او حتى الامطار يحاول انه يلغي السفريه تاعو ويأجلها الى اجواء مستقره. اذا كان التنقل تاعو اضطراري لابد من توخي الحيطه والحذر واحترام اشارات المرور وقانون المرور والسياقه بهدوء حتى نتفادى الحوادث المروريه ومخلفاتها من خسائر ماديه وبشريه. اذا تكلمنا على ما يتعلق بادوات التسخين والتدفئه على مستوى البيوت والمنازل واماكن العمل او الورشات العمل، ضروري ومهم جدا ان نتفقد هذه المدفئات ونتفقد لون الشعله تاع المدفأه ونتفقد الانابيب الخاصه بتصريف الدخان الى خارج المنزل، نتفقد كذلك ما يتعلق بالمدخنات وفوهه المدخنات خاصه اذا كان فيها عائق سواء اكياس بلاستيكيه او طيور جارحه بانت الاعشاش على فوهه المدخنه فضروري ان نقوم بصيانتها. مهم جدا ان نفتح منافذ التهويه على مستوى البيوت والمنازل ولا ندع مجال لاكسيد الكربون حتى يتراكم في البيوت والمنازل ويقضي على العديد من الافراد من الاسر والعائلات. مهم جدا ان نتواصى ونعيد ان نتواصى ونعيد ان ننشر النصائح والتوجيهات والتعليمات والارشادات في مختلف وسائل الاعلام وفي كل مره وفي كل ما تسمح لنا المنابر الاعلاميه حتى المواطن الكريم نرافقوه وناخذه بيده الى بر الامان ونذكره بماهيه الاجراءات الاحترازيه لتفادي خطر الاختناق بأحاديث الكربون باعتبار انه هذه الايام نسجل انخفاض محسوس في درجه الحراره بروده الطقس. كل العائلات الكريمه الان تستعمل ادوات التسخين والتدفئه لرفع درجه الحراره داخل البيوت والمنازل، لابد ان ننتبه الى هذه الادوات الخاصة التي تعمل بغاز البوطان أو غاز المدينة حتى نتفادى خطر الاختناق. ومهم جدا أن نتواصى على ما يسمى بمنافذ التهوية ومنافذ التهوية ومنافذ التهوية. نعم، شكرا جزيلا لك الرائد كريم بن فحصي المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية. شكرا جزيلا.